يا صاحبتك وعشرة عمرك دي لما خدتك وجابتك كنت حتروحي فيها لولا ان ولدي مسعود الله يعافيه ويشفيه ما رضيش يقول لي كانت حتفيدك بايه؟ اسمعيني زين يا دميانه يا ست دميانه حتنفذي يعني حتنفذي برضاكي او غصب عنك وديتك عندي رصاصه ولا حد حيسال فيكي ساعتها حتكوني خسرتي كل حاجة أقتل يا عزت طب وبعدين دول 5 مليون جنيه دي صاحبتي وأكتر من أختي وعشرة عمري هتنفعك بإيه بس لما تموتي خدت إيه من النجع غير الجرف وقلة القيمة ولزقة مسعود المدبوب اللي مسك عليك زلة وكنت هتروحي في داهية بعدين هو احنا كده عبد الجبار ده يقتلنا احنا التنين وياخد الشيك فكرك يعملها؟ يعملها؟ ده يعملها ويعمل ابوها كمان احنا اول ولا اخر ناس يقتلهم دميانة صباح الخير يا اللي زعلانة منك بدل ما تزعلي مني تعالي واسيني ده انت بقيتي مرتبة عصاية كبر البلد عايزاي اكتر منك ده استني هوكلك بيدي اللعنة والشفا دفع لك كام عبد الجبار عشان تسميني الكلام اللي انت بتقوليه ده وانا سمك ليه